أهلا بيكم في فيديو جديد. بيبدأ فيلمنا مع واحد بيكون واقع من طيارة وبيكون مغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه طاير وهيقع على الأرض، وبيفضل يحاول يفتح البراشوت، وفي آخر لحظة بيفتحه لكنه بيخبط في الأرض. وبنعرف إن اسمه رويس، وبيكون واحد من القوات الجوية الأمريكية. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في غابة شكلها غريب، وبيلاقي واحد تاني واقف قدامه. ولما بيبدأ يتكلم معاه بيلاقي إن في حد عمال يضرب عليهم نار، وبيهربوا بسرعة، وبيروح له من ظهره وبيهدده بالبندقية، وبيقول له أنت بتضرب النار على الأشخاص الغلط. وبيعرف منه إن اسمه نيكولاي وكان في الشيشان، وفجأة لقى نفسه طاير في الهواء لحد ما نزل هنا. وبيعرف من التاني إنه كان في باها وحصل معاه نفس اللي حصل معاهم. ولما بيسألوا أنت بتحارب لصالح الجيش الإسرائيلي، قال لهم أيوة لكني مش مجند في الجيش بتاعهم. وبعدها بيقابلوا بنت كانت واقفة وبتهددهم بالبندقية، وبتسألهم إحنا فين، قالوا لها إنهم ما يعرفوش، ممكن في آسيا أو أفريقيا لكنهم مش متأكدين. ولما بيتحركوا سوا بيظهر واحد من وراهم وبيقلع جزمته وبيمشي وراهم من غير ما ياخدوا بالهم، وبيفضلوا مكملين لحد ما بيشوفوا اتنين بيفضلوا يضربوا بعض ومش عارفين سبب الخناقة، لكنهم بيخلوهم يبطلوا يضربوا بعض وينضموا ليهم لحد ما يعرفوا هما فين وبيعملوا ايه هنا. وبعدها بيسمعوا صوت واحد بيطلب المساعدة، ولما بيروحوا يشوفوه بيلاقوه متعلق بالباراشوت في الشجرة، وبيضرب واحد منهم طلقة في الشجرة بيقطع الغصن بتاعها وبيقع في المية. وبيعرفوا منه انه دكتور وكان رايح الشغل، لكن فجأة لقى نفسه هنا ومش فاهم ايه اللي بيحصل. وبيتمشوا لحد ما بيشوفوا الراجل اللي كان بيراقبهم واقف لوحده، ولما بيقربوا منه بيشوفوا شجرة كبيرة وتحتها مجموعة جثث، وبيفضلوا يتناقشوا هما هنا بيعملوا ايه. ومنهم اللي بيقول انه ممكن يكون اختبار لقدرة التحمل تحت الضغط، والدكتور قال لهم ممكن ده يكون اختبار سلوكي. وبعدها بتروح ايزابيلا وبتكلم رويس وبتقول له انهم لازم يستريحوا شوية، وقال لها انه عارف معظم اللي هنا، ويشاور لها على سبيتس ناس وبيقول لها انه واحد من فريق الفا، وكمان عارف لوزي تاس من رجالة الكارتيل، والمسلم اللي بيصلي ده من سيراليون، وكمان ياكوزا اللي كان ماشي وراهم، وكمان المسجون اللي كان هيتعدم بعد يومين. والعامل المشترك بينهم كلهم انهم متدربين على الحروب، ما عدا الدكتور هو الوحيد اللي مش مهيئ للمكان ده، وبيقول لها انه خد باله من وقت ما جم هنا ان الشمس مش بتتحرك من مكانها، وبيأكد لها انهم تم اختيارهم من منظمة معينة وهي اللي ورا اللي هم فيه ده. وبيكملوا في طريقهم في الغابة وبيشوفوا صناديق مترمية كتير ومفتوحة وما بيكونوش عارفين ايه اللي كان جواها، وبيفضلوا ماشيين لحد ما واحد منهم بيقع في فخ، وعلى طول بدأ جزع شجرة كبير يروح ناحيتهم، وبدأوا كلهم يجروا في طريق مختلف لحد ما إيزابيلا بتتزحلق لحد ما بتكون ماسكة في طرف حفرة، ولو وقعت هتموت بسبب ان تحتها أغصان شجر مسنونة، وبيلحقها رويس وبيخرجها. ولما بتستخدم قناصتها بتشوف جثة واحد على بعد 100 متر، ولما بيروحوا له بيلاقوها جثة متحللة، وبيقول لهم الدكتور انه ميت من حوالي اسبوعين، وبياخدوا الدفتر اللي في جيبه وبيعرفوا انه من القوات الخاصة الأمريكية، وانه المفروض كان رايح أفغانستان وهو غالبا اللي كان عامل الفخ ده لانه كان خايف من حاجة، وبيلاحظوا ان ذخيرة سلاحه خلصانة وده معناه انه ضرب نار كتير على حاجة معينة. لكن رويس بيقول لهم انه كان عامل الفخ ده للحيوانات اللي كانت في الأقفاص وان حجمها كبير جدا بدليل اللي عملوه في جثته. ولما بيمشوا بيقف واحد منهم مصدوم لانه شاف حاجة على الشجرة، ولما إيزابيلا بتسأله مالك قال لها ان مفيش حاجة ومشي معاها، وبيكملوا طريقهم. ولما بيخرجوا على حافة الغابة بيتفاجئوا من المنظر اللي بيشوفوه والكواكب اللي ظاهرة في السماء، ومعنى كده انهم مش على كوكب الارض اساسا. وبعدها بيتفاجئوا بصوت غريب جاي ناحيتهم وبيهجم عليهم مجموعه حيوانات غريبه، وبيفضلوا يضربوا عليهم نار، وفي منهم اللي بيتعور وفي اللي كان هيموت، لكن إيزابيلا لحقته في اخر لحظه، والدكتور بيخاف وبيطلع يستخبى فوق شجره. وبعد شويه بيسمعوا صوت صفاره والحيوانات كلها بتنسحب وتهرب. ولما الدكتور بيسال ايه اللي حصل ده، رويس قال له ان في حد بيطاردهم، وبيقول لهم ان الكوكب ده عامل زي المتاهه واحنا هنا جزء من لعبة حد بيعملها علينا. فإيزابيلا بتسأله انت ازاي عارف كل الكلام ده، قال لها لان دي الحقيقة. وبعدها بيكتشفوا انهم ناقصين واحد وبيسمعوا صوته وهو بيستنجد بيهم، ولما بيروحوا يشوفوه بيوقفها رويس وبيقول لها انه فخ، وبيمسك طوبة ويرميها جنبه فبيلاقي سكاكين خرجت من الارض، فبيقرر انه يسيبه ويمشي لانهم مش هيعرفوا يساعدوه. فقررت إيزابيلا انها تساعده وتقتله وضربته بالنار في ظهره، لكن بتسمع صوته تاني وفي الحقيقة انه كان اساسا ميت. وبيقول لهم رويس ان اللي بيعمل كده عاوزنا نفضل نهرب ونجري علشان يتسلى علينا، واننا لازم نعرف احنا هنا بنتعامل مع مين او هنموت واحد ورا التاني. وبعد شويه بيلاقوا كائن غريب متربط في شجره، ولما واحد منهم بيقرب منه علشان يقتله بيصحى وبيحاول يهجم عليهم لكن لولا انه مربوط، وفجأة بتظهر مخالب من تحت الأرض وبتقتل واحد منهم.
منهم، وبيفضل رويس يضرب نار ناحيته وبيقول لهم اهربوا بسرعة، وبيجروا كلهم لحد ما بينطوا من عند الشلال في المية. وبتظهر بعدها كائنات غريبة، وبيكون باين انهم ناويين ليهم على الشر وعندهم قدرة كبيرة انهم يختفوا ويظهروا في الوقت اللي هم عايزينه. ولما بيخرجوا من المية بتقول لهم ايزابيلا ان في غوتيمالا سنة 1987 وكالة الاستخبارات المركزية راح منها 6 افراد ورجع منهم واحد بس، وحكى عن الكائنات دي لكنهم لحد دلوقتي ما حطوش ليها اي اسم. ولما بيكونوا بيستريحوا سمعوا صوت غريب، فقرروا انهم يخلوا الدكتور يعمل لهم فخ ويخلوه يفضل يجري في الغابة وهم بيراقبوه بالاسلحة، لحد ما بيظهر واحد منهم وبيجري ورا الدكتور وبتضرب ايزابيلا عليه النار. ولما بيروحوا يشوفوه بيلاقوه شكله غريب جدا وما بيعرفوش يحددوا ايه ده، لكن فجأة بيسمع الرويس حد بيهدده وبيظهر واحد من وراه ومعاه بندقية شكلها غريب. ولما بيسألوا انت تطلع ايه، قلع القناع اللي كان لابسه وقال لهم انا شميت ريحتكم وسمعت صوتكم من اول ما جيتوا هنا، وقال لهم طالما انا قدرت احدد مكانكم يبقى هم كمان قدروا يعملوا كده، وبينبههم انهم لازم يتكلموا بصوت واطي لان صوتهم عالي جدا، وبيقول لهم ان في عاصفه قربت توصل لهنا، وبيقول لهم يروحوا وراه، وقال لهم ان اسمه نولاند وانه بيحارب كل يوم علشان يفضل عايش، وبياخدهم للمكان اللي هو عايش فيه وبيكون مكان امن ليهم احسن من الغابة، وبيقول لهم انه فضل عايش هنا بفضل المكان ده. وبدأ يشرح لهم الوضع على الكوكب وقال لهم الكائنات اللي هجموا عليهم نوعين زي الفرق ما بين الكلاب والذئاب، قال لهم ان في حد بيتحكم فيهم وبيستخدمونا كأننا العاب بيتسلوا بيها، وبييجوا كل فترة معاهم اسلحة واساليب جديدة، وبيوصلوا لهنا بمركبة فضائية بتكون قريبة من المخيم بتاعهم، وفي اخر نصيحة قالها لهم لو عايزين تفضلوا عايشين لازم تستخبوا، وقال لهم انه بقاله حوالي 5 سنين بيحاول يخرج من المكان ده لكن اكتشف انه ملوش نهاية، وبيقول له رويس انه ممكن لو وصل للمركبة دي هيقدر يسوقها وساعتها يهربوا بيها. وبيتكلم رويس مع ايزابيلا وبيقول لها ان نولاند اكيد عنده خبرة في المركبات الفضائية ولو ساعدنا نوصل لها ممكن نهرب كلنا. وفي نفس الوقت ده بيلاقوا فيه دخان بدأ يملى البيت وبيكون هو اللي عمل النار والدخان علشان يخلص عليهم كلهم، لكن رويس بيستخدم سلاحه وبيضرب على الأبواب علشان الكائنات تعرف مكانهم، وفعلا في واحد منهم بيخرج من المية وبيحدد مكانهم. ولما نولاند كان عاوز يهرب لقى قدامه وبالأشعة بتاعته خلاه ينفجر، والباب اللي كان بيحاول يفتحه لقى حد من بره بيكسره، لكن لما بيقرب رويس ما بيلاقيش حد ورا الباب وبيضرب طلقه برصاصه ناريه بره وما بيلاقيش اي حد جري، فبيتاكد ان مفيش حد وبيخرج من الباب وبيبداوا يجروا كلهم مع بعض، لكن الدكتور بيتوه منهم وبيدخل مكان غلط وبيكون معاه مجموعه شماريخ فبيولعها علشان يفضل شايف، وبيحس ان في صوت بيقرب منه، وفجاه بيلاقيهم بيهربوا من الطريق الموازي ليه، وبيقول لواحد منهم انه يخرجوا من المكان ده لكن الباقي سابوه ومشيوا. ولما الكائن ده بدا يقرب منه ظهر التاني وضرب عليه نار وانقذه، لكن وهم بيهربوا بيكون الكائن ده قدر يوصل له وبيضربه في ظهره ووقعه على الارض، والدكتور شافه لكن سابه وهرب مع الباقي، وبيقرب منه وبيشيله، وقبل ما يقتله بيخرج قنبله من جيبه وبيقرر يضربها فيهم هما الاتنين، وبتكون النار جامده لدرجه انها وصلت لكل حته في المكان اللي هما فيه، وبيخرجوا بره هما الخمسه وبيكون في واحد منهم عمال يحتفل انهم قدروا يقتلوه، لكن بينضرب عليه طلقه وبيقع على الارض وبيظهر انه ما ماتش لسه رغم النار دي كلها، وبيوجه الليزر على رويس وقبل ما يقتله بيقوم وبيفضل يضربه بالسكينه وبيقول لهم اهربوا انتوا. ولما هربوا الكائن ده قتله وخرج العمود الفقري من جسمه، وبعدها بيكون اتصاب الكائن ده في صدره وكمان بيظهر واحد غيره وبيكون واقف جنبه، وبيكملوا جري كلهم على امل انهم يوصلوا للمركبه الفضائيه، لكن لا يكونوا عارفين انه جاي وراهم، فبيقف الراجل الصيني وبيقلع التيشيرت بتاعه وبيمسك سيفه علشان يواجهه ويديهم فرصه انهم يوصلوا، وبعد دقيقه بيظهر الكائن ده وبيخرج من ايده سيف وبيبداوا يضربوا بعض وبيتصاب اكتر من اصابه، لكن في الاخر بيقدر انه يضربه في بطنه ضربتين وبيقتله، لكن للاسف هو كمان بيقع على الارض وبيموت. وبنروح للباقيين وهم بيجروا لحد ما الدكتور وقع في فخ ورجليه بتتصاب وما بيقدرش يمشي عليها، وبيقول لها رويس انهم لازم يسيبوه يمشوا وانه كده خلاص هيموت واحنا لازم نسيبه ونستخدمه كتعطيل ليهم، لكنها ما بتوافقش وبتقول له انها مش هتسيبه ولو عاوز تمشي انت روح، وفعلا بيمشي هو
وهي بتفضل معاه وبيسند عليها وبيتحركوا بسرعة، لكن للأسف بيقعوا في فخ تاني وبيكونوا جوه شبكة ومش عارفين يخرجوا منها، وبيجي واحد من الكائنات دي يسحبهم وبيحطهم في حفرة كبيرة. إنما رويز بيوصل للكائن اللي كان مربوط وقال له أنا هحررك، لكن عاوزك تخرجني من الكوكب ده عن طريق المركبة الفضائية. ولما بيفكوا بيلبس الكائن ده الطاقية بتاعته وبيشغل إحداثيات المجموعة الشمسية لحد ما بيوصل لكوكب الأرض وبيشغل المركبة وبيوري له مكانها. لكن في اللحظة دي بيظهر قدامهم الكائن التاني وبيفضلوا يضربوا في بعض، فبيسيبهم رويس ويهرب لحد ما بيوصل للمركبة. وبنرجع للكائنات دي لحد ما قدر واحد منهم يقتل التاني ويقطع رقبته، وبيسألها الدكتور لما شافوا المركبة وبدأت تطير لو رجع بيك الزمن هتختاري تفضلي معايا ولا هتهربي. قالت له انها ما كانتش هتسيبه، وأكدت عليه لو الكائن ده جالهم هتقتله وتقتل نفسها علشان موتهم يكون سريع. لكن فجأة قال لها ان ده مش هيحصل وجرحها بمشرط، وقالت له ايه ده، وبدأت تتشل حركتها. قال لها انه سم موجود كتير في الكوكب ده لكنه مش مميت، وقال لها بقى عرفت ليه اختاروني معاكو. وفي نفس الوقت لما الكائن جري وحاول يلحق السفينة لكنها كانت طارت وقرر انه يفجرها، وبيقول لها الدكتور انه في موطنه مجرد قاتل لكن هنا حياته طبيعية ومحدش فيكو قدر يكتشفني، لكن انا عجبني الكوكب ده وهفضل هنا. لحد ما بيظهر رويس من وراه فبيقوله ان الكائن اداها حاجة خلتها مشلولة، وقال له ساعدني نخرج من هنا. وفعلا بيخرجهم من الحفرة، وبيجي الدكتور من وراه وبيقول له انت طلعت انسان كويس. وقبل ما يعوره بالسم لقى رويس لف بسرعة وضربه بالسكينة، وبعدها بياخده علشان يعمل كمين بيه للكائن. ولما بيوصل الكائن ويشوفه على الارض فبيلف ولقى جسمه كله مليان قنابل وانفجرت فيهم. ولما بيفوق الكائن ويقف بيلاقي رويس قدامه وقال له تعالى اقتلني، وبيزود النار اللي حواليه وبيجري يستخبى. وبيكون الكائن ده صعب يحدد مكان عدوه وسط النار، وكان كل شوية بيجري رويس وبيضربه ويستخبى لكنه قدر يحدد مكانه وضرب عليه ووقعه على الأرض. وفي اللحظة دي بدأت إيزابيلا تفوق واتحركت ناحية السلاح بتاعها، وقبل ما يقتل رويس بتضربه طلقة وتوقعه على الأرض، لكنه بيحدف عليها الخنجر وبيجي في كتفها، وبيقوم رويس وبيفضل يضرب فيه لحد ما قطع إيده، وآخر ضربة قطع رقبته. وبعدها بيروح لإيزابيلا وبيفضل جنبها لحد تاني يوم، لكنهم بيتفاجئوا إن في باراشوتات نازلة تانية للكوكب، وقال لها انهم لازم يلاقوا طريقة يخرجوا بيها من الكوكب ده. اظن يا صديق ان الحكاية ما انتهتش، بس كده بيكون خلص فيلمنا. فياريت دلوقتي تنزل تعمل لايك للفيديو، واستنونا في فيديوهات جاية كتير، ولو في فيلم عاوزنا لخصه اكتبه تحت في التعليقات. سلام.